بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله في المحاضرة دي هنتكلم عن الراديشن بروتكشن، إن الميديكال يوزز أوف الأيونيزنج راديشن. هنتكلم عن الوقاية الإشعاعية في المجال الطبي اللي هو بيستخدم الأيونيزنج راديشن، وطرق الحماية سواء بقى للعاملين أو المرضى أو البابليك. معاكم محمد علي مرسي، فيزياء طبي علاج إشعاع من مصر ومن في ال50 سنة اللي فاتوا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية والآي سي آر بي والمنظمات المماثلة نشرت العديد من التوصيات المتعلقة بالحماية من الإشعاع المؤين. على الرغم من إن هذه التوصيات غير قابلة للتنفيذ بموجب القانون في بعض البلدان، ولكن تبنت العديد من الدول هذه التوصيات ووضعتها موضع التنفيذ. في المجال الطبي أصبح الاستخدام الأيونيزنج راديشن سواء بقى في التشخيص أو العلاج أوبشن لا مفر منه. لازم يعني المريض، أي مريض دلوقتي لازم يروح للدكتور يقول له اعمل أشعة تشخيصية سواء بقى رنين أو سي تي أو بيت أو الكلام ده كله في العلاج الأورام للتريتمنت. فالأيونيزنج راديشن أصبح جزء موجود في المجال الطبي لا غنى عنه. فطالما بقى ما في ايونيزنج راديشن لها استخدامات، يبقى لازم نعملها راديشن بروتكشن. فالراديشن بروتكشن بتاعتنا ان جنرال الهدف منها هو التقليل من التعرض للاشعه الغير ضروري، بهدف ان احنا نقلل تاثير الضار للايونيزنج راديشن دي. يعني احنا الهدف من راديشن بروتكشن ان جنرال هو تقليل التعرض للاشعه الغير ضروري بهدف تقليل الاثار الضاره للاشعاع المؤين. والراديشن سيفتي راديشن بروتكشن بيكون مهتم بالبيشنت والبابليك والستاف. البيشنت هو المريض اللي هو هيتعرض للأيونيزنج راديشن، البابليك سواء بقى الريلاتيف او الناس الموجودين في نطاق مركز الأشعة او الكلام ده كله، او الستاف اللي احنا بقى يعني الكوادر اللي هي بتتعامل مع الأيونيزنج راديشن. فاحنا كده قلنا الراديشن بروتكشن ان جنرال هو احنا هنقلل تعرض الأشعة الغير ضروري بهدف تقليل التأثير الضار للأيونيزنج راديشن. طيب لو احنا هنتكلم عن الراديشن بروتكشن فروم راديو بيولوجي بوينت فيو، فاحنا الهدف من الراديشن بروتكشن هو اول حاجة لينا في هدفين. اول حاجة ان احنا نقضي على الديترمينستيك افكت، القضاء على التأثيرات الحتمية، وهي بتصف الديترمينستيك افكت دي هي بتصف السبب والنتيجة، اللي هي الريليشن شيب بين الايونيزنج راديشن اللي هو السبب والنتيجه بتاعته المتوقعه سيرتين سايد افكت. السايد افكت دي اللي هي نتيجه التعرض للايونيزنج راديشن بتعتمد على الدوز اللي هي الجرعه والدوز ريت، معدل الجرعه والدوز بير فراكشن، الراديتد فوليوم الحجم اللي تعرض للاشعاع، التايب اوف راديشن نوع الاشعاع ده، والانرجي بتاعته. طيب الديترمينستيك افكت دي عشان يحصل التأثير بتاعها محتاجة حاجة اسمها الثري شولد دوز اللي هي ليميت دوز يعني. فلو انت الدوز دي سواء بقى للأورجان او البادي او لو انت الدوز دي تحت الثري شولد دي، فمش هتلاقي افكت للديترمينستيك افكت، مش هيحصل تأثير خالص. تمام. ولكن لو انا الدوز دي عدت الليميت بتاعنا، فيبتدي يظهر تأثير للديترمينستيك افكت اللي هي التأثيرات الحتمية، والسيفيريتي بتاعتها هي هتزداد بزيادة الدوز. وعندنا مثال أشهر الأمثلة في الديترمينستيك افكت هي الكاتركت اللي المية على العين. فهتلاقي أغلب يعني نسبة كبيرة من العاملين في المجال الطبي أو الصناعي اللي هو بيتعامل مع الأيونيزنج راديشن باستمرار، زي الناس اللي شغالين في الطب النووي أو الكلام ده كله، هتلاقي عنده مية على عينيه، فبالتالي بيعمل عملية بقى هي عملية المية بتاعة العين دي. فدي من أهم أمثلة الديترمينستيك افكت، التأثيرات الحتمية. تاني حاجة، تاني هدف من الراديشن بروتكشن في الراديو بيولوجي بوينت اوف فيو، هو احنا نقلل الاستوكاستيك افكتس اللي هو التأثيرات العشوائية. التأثيرات العشوائية جاية من اسمها عشوائي، يعني بيجي بشانس، يعني باي تشانس، يعني بيجي بالصدفة، وهو ملهوش ثري شوت دوز، ملهوش دوز ليميت، واحتمالية بتاعته بتزيد بزيادة الدوز. تمام. ومن أشهر يعني هو التو افكتس المشهورين أو الاستوكاستيك افكت اللي هو الكانسر، هو يمكن يسبب كانسر. تاني حاجة يمكن يعمل تحور جيني. تمام.
فدول من اهم الافكتس المتوقع للاستوكاستيك افكت، تمام. فهي ملهاش ليميت دوز، بتحصل بالصدفه، التاثير السيفيريتي بتاعتها بتزداد بزياده الدوز، وهي طبعا بتختلف عن الديترمينستيك افكت اللي هي التاثيرات الحتميه. فبالتالي احنا الراديشن بروتكشن هدفه ان احنا نقلل الاستوكاستيك افكت وان احنا نقضي على الديترمينستيك ايه الافكت. طبيعي ان احنا في المبدا العام احنا لازم يكون في بروتكشن فروم اول راديشن سورس، يعني لا احنا لازم يكون عندنا راديشن بروتكشن ان احنا نفسنا بيها من الراديشن سورس، ولكن مش كل انواع الراديشن نقدر نحمي نفسنا بيها، مش هتقدر تحمي نفسك بيها، زي الناتشرال راديشن الموجوده حوالينا في كل مكان. يعني لو بسيط مثل كوزميك ريز، الاشعه الكونيه، مش هتقدر تحمي نفسك منها. انت لو راكب طياره وطلعت فوق وقربت من اكتر من الغلاف الجوي، فانت نسبه التعرض ليك هتزيد، فبالتالي مش هتقدر تحمي نفسك منها. عندك الموجود في البلانتس في النباتات، زي مثلا المثال الشهير البنانة، عندنا فيها صوديوم مشع بس بنسب ضئيلة. عندك الراديو اكتف الموجودة في السول في التربة والصخور، زي الموجود عندنا في اغلب البيوت، السيراميك والبورسلين والرخام، ده كله بيطلع راديشن. الرادون برضو مش هتقدر تحمي نفسك منه. الطاست الناتج من نيوكلير تيست الموجودة حوالينا مش هتقدر تحمي نفسك منه. لكن هو في المجمل وفي العام انت لازم تحمي نفسك، ولكن في حاجات مش هتقدر تحمي نفسك منها. لو لذلك يعني لكن ما دون ذلك يجب تطبيق مبادئ الحماية من الأشعة بشكل كامل على جميع الاستخدامات الطبية والصناعية اللي بنستخدم فيها ايه ايونيزنج راديشن، وكذلك المستخدمين اللي هم بيستخدموا الأشعة، سواء الوركرز او النورمال بوبيوليشن اللي هم السكان العاديين اللي هم بيتعرضوا زي ما قلنا، اللي هم موجودين اما بيكون رفقاء للمرضى او موجودين في نفس الحيز العمراني او المكاني الموجود في المركز بتاع الاشعاع. طيب هنتكلم على الاسينشال برنسيبلز اوف راديشن بروتكشن، مبادئ الاساسيه للوقايه الاشعاعيه. فهنجد ان الاي سي ار بي والوكاله الدوليه للطاقه الذريه كل منهما نشر ابحاث او ريبورتات تقارير للمبادئ دي. فنجد ان الاي سي ار بي عمل ريبورت اسمه ريبورت 60، والاي سي ار يو اللي هو قصدي الاي اي اي اللي هو عملت الريبورت البي اس اس 115. البي اس اس دي تقول البيزك بروتكشن ستاندردز، فكل منهما بيشرح المبادئ الاساسيه للوقايه الاشعاعيه اللي هم لخصوها في ثلاث مبادئ. اول حاجه الجاستيفيكيشن هو التبرير، يعني انت لو هتتعرض للاشعاع لازم يكون في بنفيتس، لازم يكون في فايده من التعرض ده. لو ما فيش فايده يبقى ما تتعرضش، لان الاشعاع ليه تاثيرات ضاره على الجسم والاعضاء بتاعتك. فالراديشن should never be delivered with no benefit considering its harmful effects، يبقى لا يجوز اطلاقا انك تتعرض للاشعاع بدون فايده نظرا للاثار الضاره بتاعه الاشعاع. دي اول حاجه الجاستيفيكيشن. تاني حاجه الاوبتمايزيشن، اللي هو يجب ان تكون الجرعه منخفضه قدر الامكان، اللي هو اللي بيعرف بمبدا الالاره as low as reasonably achievable principle، تمام. ده مبدا الالاره، وده المبدأ ده بياخد في الاعتبار الـ personal doses، الـ number of irradiated persons، العوامل الاقتصادية والاجتماعية، وبيستثنى من المبدأ ده اللي هو الـ medical radiation للـ therapeutic purpose. يعني بنستثنى إن احنا نطبق الألارة ده على الـ medical radiation، تعرض الإشعاع في المجال الطبي في العلاجي، لأن الدوز اللي طالعة منه بيكون very high، فبالتالي مش هتقدر تخليها as low as possible الدوز، تمام. يبقى كده عندنا justification انك انت لو هتتعرض للاشعه لازم يكون في benefits، واحنا البنفيتس بتاعتنا من الاشعه هو المجال الطبي، يا اما داخل التشخيص يا اما علاج. ما دون ذلك مفيش مبرر انك تتعرض للاشعه، فلو تعرضت للاشعه بدون مبرر خلاص هيحصل لك تاثير harmful effects. الاوبتمايزيشن قال لك الدوز شود بي از لو از بوسيبل، اللي يجب ان تكون الجرعه منخفضه قدر الامكان، اللي هو بيعرف بمبدا الاراره، وقال لك ده بيعتمد او ليه علاقه بالبيرسونال دوزز، الجرعات بتاعت الافراد وعدد الافراد اللي اتعرضوا للاشعاع والعوامل الاجتماعيه والاقتصاديه، وبيستثنى من الالاره ده المجال الطبي في الثيرابيوتيك بروبوز في المجال العلاجي، لان الدوز الخارجه في المجال في الجزء العلاجي بيكون فيري هاي، فمش هتقدر تخلي الدوز as low as a possible. نيجي على حاجة الأخيرة الدوز ليميتس.
قال لك ان الراديشن دوزز تو نورمال شود بي نوت اكسيد ذا بريميسيبل اورجان اند تيشو ايكويفالنت دوز. يعني انت الراديشن كل اورجان عندنا، كل تيشو عندنا ليها ايكويفالنت دوز، فاحنا المفروض انت ما تعديش الليمت بتاعت الدوز دي، تمام؟ فهو عملوا بقى تصنيف للدوز ليميتس دي. فاول حاجه قالوا فيه دوز ليميتس الموجوده للراديشن بيرسونال، للاشخاص اللي بيعملوا في المجال. قال لك الجسم كله اللي هو البادي ان الايفكتيف دوز ليميت بتاعته فور فايف كونسيكتيف ييرز، لخمس سنين متتاليه، ما يكونش ما تعديش ال 100 مللي سيفرت. السيفر ده وحده قياس الايكويفالنت دوز، تمام؟ فقال لك خلال الجسم كله خلال خمس سنين متتاليه الايفكتيف دوز ليميت الايفكتيف ما تعديش ال 100 مللي سيفرت. وقال لك ان بمعنى يعني بمتوسط 20 مللي سيفرت بير يير. يعني انت عندك الجسم بتاعك خلال خمس سنين احنا كعاملين في مجال طبي اخرك 100 مللي سيفرت خلال خمس سنين، يعني السنه الواحده واقفه ب 20 مللي سيفرت بير يير، تمام؟ طيب لو احنا هنحسب على سنه واحده الايفكت دوز بتاعتك في الليمت في وان واحده ما تعديش ال 50 مللي سيفرت. وقيس على كده بقيت بقى الاعضاء زي مثلا اللينس العدسات بتاعت العين الايكويفالنت دوز بتاعتها في السنه 150 مللي سيفرت، وعندك الهاند والسكان الايكويفالنت دوز بتاعتها برده ما تعديش ال 150 مللي سيفرت بالنسبه للعاملين في الايه راديشن بيرسونال. نيجي للبابليك اللي احنا قلنا الريليتيف او السكان او الموجودين في حيز المركز الاشعه او متواجدين بالصدفه كده رايحين مع حد او الكلام ده كله. فقال لك الهول بادي بتاعهم الافكتيف دوز خلال خمس سنين متتاليين ما توصلش 25 مللي سيفرت، يعني في السنه ريسيف 5 مللي سيفرت برير، تمام؟ يعني خلال خمس سنين متتاليه جسم الجنرال بابليك ده ما يوصلوش 25 مللي سيفرت، يعني خلال السنه 5 مللي سيفرت برير. لو هو هنحسب على سنه واحده السنه الواحده ريسيف 1 مللي سيفرت، تمام؟ نيجي بقى لللينس الايكوفلنت دوز بتاعتها بالنسبه للبابليك 15 مللي سيفرت، والهاندز والفوت والسكين والايكوفلنت دوز بتاعتها خلال السنه 50 مللي سيفرت. نيجي الدوز ليميت للشباب اللي هو من 16 ل 18 سنه اللي هم الاستودنت والطلبه المتدربين الموجودين في المستشفيات ومراكز الاشعه واللي هم اصلا موجودين بهدف تعليمي، تمام؟ قال لك الهول بادي بتاعتهم الافكتيف دوز في السنه الواحده 6 مللي سيفرت، اللينس في السنه 50 مللي سيفرت، الهاندز والفوت والسكان الايكوفلنت دوز بتاعتها 150 مللي سيفر، مع اخذ في الاعتبار ان اللي هيعمل في المجال الراديشن لازم عمره ما يقلش عن 18 سنه، تمام؟ طيب احنا اتكلمنا كده على المبادئ الاساسيه للوقايه الاشعاعيه للجاستيفيكيشن والاوبتمايزيشن والدوز ليميت. هنتكلم عن الميثود بتاعت البروتكشن فروم الراديشن. بتتقسم تو جروبس، راديشن بروتكشن او بروتكشن فروم الاكسترنال راديشن الاشعاعات الخارجيه، وراديشن بروتكشن في الانترنال راديشن، تمام؟ نيجي يعني نبدا بالانترنال راديشن. نتيجه التلوث الداخلي بقى عن طريق دخول المواد المشعه اثناء التنفس او الهضم او خلال الغشاء المخاطي او الدامج سكين او الجلد التالف، الماده المشعه بتخش بقى من خلال المداخل دي كلها، تمام؟ انك تتنفس يمكن داست تشمه ماده، ادي ماده مشعه. تهضم مع الاكل بتاعك، الاكل بتاعك ملوث فتاكله فيوصل الجهاز الهضمي بتاعك، او لو انت عندك جرح او في اي او اي او او اي نتوء موجود في جسمك او الكلام ده كله ممكن من خلاله الماده المشعه تخش من خلاله. الماده المشعه طالما موجوده في الجسم هتفضل تشع لمده معينه، يعني طالما الماده المشعه موجوده في جسمك هتفضل تعمل راديشن لغايه ما لغايه ما تموت، لغايه ما الاكتيفيتي بتاعتها تقل، هتفضل بقى مده زمنيه حسب الاكتيفيتي بتاعتها والهاف لايف بتاعها، تمام؟ لذلك يعني لذلك بقى يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمه لمنع دخول الاشعاع الداخلي الى الجسم عن طريق زي ما قلت الاطعمه والملابس والتنفس والجلد الملوث بفعل مواد مشعه، تمام؟ يبقى لازم احنا ناخذ في الاعتبار او ناخذ الاحتياطات اللازمه عشان نمنع الانترنال راديشن اللي ممكن يخش الجسم بقى من خلال زي ما قلت الفودس وخلال الاكل والملابس والتنفس والسكن.
طيب احنا هنحمي ازاي نفسنا من الانترنال راديشن؟ اول حاجه يبقى عندنا، طالما هي انترنال فاحنا عايزين نمنع دخولها، فلازم نقفل المخارج اللي هي تسمح ليها الدخول. فطبيعي يبقى عندنا طالما حاجه داخليه فاحنا هنمنع ان الحاجه الخارجيه تخش لها. وده هيحصل احنا نلبس ايه؟ الملابس المناسبه. فعندنا اكويبمنت نقدر نستخدمها في الراديشن بروتكشن. اول حاجه الفول ماسك، في ماسكات بالفلاتر بتاعتها نقدر نستخدمها عشان نمنع وصول المواد المشعة او الانترنال راديو عشان يخش جوه الجسم من خلال الجهاز التنفسي او الجهاز الهضمي. عندنا الابرونز، الليد ابرونز، المرايه الرصاص اللي احنا بنلبسها، سواء بقى يعني بيكون يعني الليد ابرون دي موجود كذا قطعة، ممكن للرأس، ممكن للرقبة، ممكن لمنطقة الشيست، منطقة الابدون، الجلاس بتاعتها، الجلافز الخاص البروتكشن الخاص بالثيرويد. فدي كلها، دي كلها اكويبمنت بنقدر نستخدمها علشان نقلل اللي هو الانترنال راديشن، او نقلل دخول المادة المشعة داخل الجسم فيحصل انترنال ايه راديشن. قلنا الراديشن بروتكشن من الاكسترنال راديشن. فالاكسترنال راديشن ده اللي هو الخاص زي جهاز الكوبالت 60 او الميديكال لينير اكسلريتور. ففي ثلاث طرق عشان نقلل الراديشن اللي جاي من الاكسترنال ايه راديشن. اول حاجه البروتكشن، لازم حاجه، اول حاجه الديستانس حسب قانون الانفرس سكوير لود، قانون التربيه العكسي، قال لك الانتنس بتاعه الراديشن بتناسب تناسبا عكسيا مع مربع المسافه من الراديشن سورس. يعني كل ما نبعد، كل ما الانتنستي او الدوز ريت بتاعتنا ايه هتقل. يعني على سبيل المثال لو قلنا الدوز ريت بتاعتنا 100 مللي سيفرت بير اور على ات 1 متر، يعني لو قلنا الدوز ريت بتاعتنا 100 مللي سيفرت بير اور على مسافة 1 متر من السورس، هي هتقل الدوز ريت دي، تبقى 1 مللي سيفرت بير اور لو احنا بعدنا 10 متر. يعني وهي على 1 متر الدوز ريت 100 مللي سيفرت على بير اور، لكن احنا لو بعدنا 10 متر الدوز ريت هتقل تبقى ايه 100 مللي سيفر. يعني انا بقول لك الدوز ريت انكريزز ذا ديستانس انكريز، الدوز ريت از ديكريز از ذا ديستانس انكريز، ده طبقا لقانون التربيه العكسي. تمام، يبقى احنا كده في الاكسترنال راديشن عشان نقدر نعمل راديشن بروتكشن او نقدر نعمل بروتكشن للاكسترنال بيم، نبدا باول حاجه ديستانس، لازم تبعد المسافه علشان نقلل ايه الراديشن. تاني حاجة التايم عكس التاني، احنا كانت العلاقة بين الديستانس علاقة عكسية، ده علاقة ايه طردية. كل ما تقعد وقت اطول قريب من المصدر المشع، كل ما الراديشن او الاكسبوشر بتاعك يزيد. هنا الموت اوف راديشن ديليفرد او الاكسبوشر از دايركت بروبيشنال تو ذا تايم سبنت كلوز ذا راديشن سورس. بيقول لك ذا تايم سبنت كلوز ذا سورس شود بي از شورت از بوسبل. لذلك قال لك لو انت هتضطر انك تبقى قريب من المصدر مش لازم تبقى قريب، التايم بتاعك اقل حاجه، يعني زي ما نقول كده سرعه في الاداء ودقه في التنفيذ علشان تقدر ايه تقلل تاثير الراديشن عليك. فقال لك هنا الشورتن تايم will be close to radioactive material. تمام، الاكسبوجر دوزز ديكريز از ذا تايم شورتنز، يعني انت التعرض للشعاع هيقل طالما ان الوقت بتاعك ايه قليل. وعلى سبيل المثال لو احنا قلنا الدوز ريت ملي سيفر بير اور اند سام وان ستيز ان ذا فيلد فور 1 اور، يعني انت لو احنا قلنا الدوز ريت بتاعنا 100 ملي سيفر بير اور وان في شخص هيقعد في الفيلد في مجال المصدر المشع ده لمده ساعه، هو ويل ريسيف، هو هيستقبل 100 ملي سيفر، بات ذا دوز ويل بي 1000 مللي سيفرت اف زي ستي 10 اور. يعني هو لو قعد ساعه قريب من المصدر والدوز ريت بتاعه 100، هو ويل ريسيف 100 مللي سيفرت، ولكن لو هو قعد 10 ساعات الجسم بتاعه ريسيف 1000 مللي سيفرت. تمام، يبقى ده الجزء الثاني. احنا اتكلمنا على الديستانس نكبر المسافه، التايم نقلله، نيجي على المبدأ التاني الشيلدنج، وده الأشهر حاجة اللي هو most effective method to protect من from external radiation. إن إحنا بنعمل barrier between المصدر المشع والأشخاص اللي حواليه، وده هنلاقيه في مجال الراديو ثيرابي في الميديكال لينير أكسلريتور، بنبني البنكر بتاعنا. فتلاقي ممكن الحيطة بتاعة البنكر حوالي 4 متر مثلا من كونكريت مثلا،
او قال لو احنا هنستخدم ليد او ستيل او الكلام ده كله، تمام. فاحنا بنبني حاجز او بارير بتوين الاشخاص اللي موجودين في الكنترول روم وبتوين المصدر المشع، وكل ما نزود السيكنس كل ما طبعا التأثير بتاع الراديشن بيقل، وده طبعا ليه حسابات قوانين ومعادلات وحسابات عشان نقدر نحسب السيكنس والمادة اللي هنقدر نستخدمها ونقل الكلام ده كله. طبعا أشهر الشيلدنج اللي عندنا قلنا الكونكريت والستيل والليد. فكده احنا يعني ببساطة كده اتكلمنا عن ايه هو الراديشن والراديشن بروتكشن وايه الهدف من الراديشن بروتكشن والمبادئ الأساسية بتاعة الراديشن بروتكشن وطرق الحماية في الانترنال والاكسترنال ايه راديشن ايه بيه. شكرا لحضرتك واتمنى يكون في استفادة.